في شأن اللجان البرلمانية، عقدت لجنة الداخلية والدفاع اجتماعها مع فريق من وزارة الدفاع لاستكمال مناقشة قانون الخدمة الوطنية العسكرية التجنيد الإلزامي. وأوضح رئيس اللجنة النائب عبد الله المعيوف عقب الاجتماع أن الخطوات بخصوص هذا القانون قد تكون بطيئة، وذلك لأن القانون حازم وحاسم، وتريد اللجنة معرفة أن جميع مواده قابلة للتطبيق. لا زلنا نناقش مع الإخوان في الجانب العسكري ممثلين في وزارة الدفاع بنود هذا القانون، وقد تكون خطواتنا بطيئة، لكن هذا قانون حاسم وحازم. نريد أن نتأكد مع الأخوة بأن جميع مواده قابلة للتنفيذ، جميع مواده منطقية وممكن تطبيقها و لا تظلم أحد، خصوصا بعد تجربة خلنا نقول غير مفيدة في القانون السابق، وبالتالي لا نريد أن نكرر الأخطاء. فاتفقنا معهم على أن نناقش بند بند ونقطة نقطة.